مليسا انتبهي قديه ستي طلعة حلوة. ايه عن جد؟ صحيح بالمناسبة، ليش عزراء بتقول لستي خالي سكر؟ ما بعرف، ما سألتها ابدا، وهي ما حكت لي ليش هيك بتنادي لها. امي اهلا وسهلا. أردا؟ ميليس؟ لا لحظة، ليكون هذا كله مشاني أنا. مشانك طبعا. كل عام وأنتي بألف خير، إن شاء الله أيامك حلوة ومليانة بالخير كنتي. شكرا كتير مرت عمي، شكرا. والله عن جد اللي عملته مشاني خجلني كتير، ما عم بعرف شو بدي إلكن. ما في داعي تقولي شي، نحن حبينا نحتفل فيك اليوم. كل عام وانت بخير حبيبتي. شكرا لك. ماما تعالي، كل عام وانت بخير. هذا كله عملته ستي على فكرة. عن جد؟ مرت عمي شكرا كثير على كل شيء عملتي لي. والله فاجأتوني عن جد وماني عارفان ايش بدي لكم. ما في داعي تقولي شي، استمتعي مع عائلتك بعيد ميلادك. شكرا كتير. يلا شو، ما بدنا نطفي الشمعات؟ هلا اول شي ما شغلنا الشمعات، وتاني شي اخي لسه ما اجا. وينو جينك؟ جينك كان على اساس يجيب عزراء، بس وصلهم خبر عن فاطمة وقال المرة عم تستعيد وعيها، راحوا لهني. بس لو تفيق هالفاطمة هاي ونخلص من هالقصة بقى ونرتاح. على كل حال يلا خلونا نقعد معناتها. يا روحي انتم عن جد فرحتوني. بكره بتبلش بالشغل، لا تاكلها، ما حدا بيقدر يقول لك شيء، هن مضطرين يتعاونوا معك. وامك حتكون ردة فعلها اكيد كتير كبيره. ايه تصطفل، تعمل اللي بدها. ما بعرف بجوز ما تقول شي لأنه هي خايفة إنها تخسرني. ماشي، ما بدي أعطلك، يلا شوفك بكرة. ماشي. بالمناسبة بابا، إذا العم مسعود أو الخالة هو اللي عملوا مشاكل بالكافيه اتصل فيني خبرني فورا. لا تاكلي همي، ما حدا بيقدر يعمل مشكلة معي، المهم إنه ما يصير مشكلة معك أنت. تصبح على خير. وانتي بألف خير بنتي. لما أمكن صارت كنتي كانت لسه صبية، وعشنا سوا شغلات كتيرة حلوة ومرة. لما كنا أنا وأبوكن عم نركض ورا الشغل، هي كانت مشغولة فيكم بالبيت. هي الوحيدة اللي كانت تعرف أنتوا ليش زعلانين وعم تبكوا وليش مبسوطين. كانت تفهمكم فوراً، قضت حياتها معكم بين حيطان هالبيت. مشان هيك بحياتكم لا تزعلوا أمكن ولا تظلموها أبداً. بلشت شغل عن جديد، ومثل ما جينك نجح بالشغل وعم شوف حالي فيه، كمان كنتي رح تنجح ورح افتخر فيه. ألو؟ عن جد؟ هذا خبر حلو كتير. تمام، شكرا كتير. ما بلاقي أحسن منك، أنتي كنتي وأم أحفادي. هو أخيرا إجا أخي. مساء الخير. مساء الخير جينك. وين عزراء وأخوها؟ اللي قدرتوا تحكوا مع فاطمة؟ لا ما خلونا نحكي معها للأسف. شو هالحكي؟ عن جد خسارة. بس عزراء بتسلم عليكم وقال ما رح تقدر تجي. إيه طبعا أكيد تعكر مزاجها. بالمناسبة إلكن عندي خبر حلو، حكيت مع الأستاذ دوغان المحامي تبعنا وقالوا إنه عرفوا مصدر التمويل تبع سومرا. مين هو؟ ما منعرف بالضبط مين هو، بس منعرف المكان اللي تحولت منه المصاري، من سويسرا.
يعني ما ضل إلا شوي لحتى نلاقيه. خلاص قربت. مين ممكن يعطي كل هالمصاري لسومرة؟ أنا ماني مستغربة من إنه سومرة عملت هالشي. الشي اللي محيرني فعلاً هن الناس اللي واقفين ورا سومرة. يعني هن ليش خلوها توقف بوشنا وتتحدانا؟ ليش ما اشتروا الأسهم باسمهم مباشرة؟ ما بعرف أبداً يا ستي، بس أكيد هو شخص بيعرفنا وبيعرف سومرة منيح، وعم يعمل جهده إنه يخليها توقف بوشنا قصداً. معناتها هو بهالحالة هي بيكون عدو لإلنا، يعني مثله مثل سومرة مو؟ وأنا كمان هيك رأيي. خلص شو ما كان يكون، بالنهاية أكيد رح ينكشف قدامنا، بلا ما ننزع هالليلة ونخرب عيد ميلاد أمكن. يلا بقى. معك حق، أنا كمان ما ضل عندي صبر. والله هالمنظر بيشهي. عزراء عاملة شي حلو. عزراء خبيرة بشغل الجاتو ما هيك؟ ايه تسلم ايدها، مبين ظريف كتير عن جد. وهي الست بلقيس عم تشعلنا الشموع. يلا ماما طفيهم. عن جد خجلتوني كتير، يعني شو كان في داعي لكل هذا الشيء يا اولاد؟ ماما حبيبتي ما عملنا شيء، يلا طفيهم. ولا تنسي تتمني امنيه. تمنيت. كل عام. شكرا كثير لكم امي حبيبتي. شكرا كثير. الله يوفقك ويعطيك الصحة والعافية والعمر الطويل ويخليكي مع احبابك على طول. امين يا مرت عمي، ويخلي لي اياكي. كل سنة وانتي سالمة ابني. الله يخلينا ياكي. عن جد شكراً كتير. أصلاً أنتو سعادتي، شو بدي غير هيك؟ أنا مبسوطة أنكم حسستوني اليوم بحبكم الكبير لإلي.
شكراً كثير. نحن على طول منحبك يا أمي، هاي المناسبات مجرد حجة لنا. يا روحي أنتو، إن شاء الله عائلتنا بتضل عايشة طول عمرها بالمحبة. لما بشوفكن هيك ما بتتخيلوا قديش برتاح. ماما حبيبتي أنا ما بستهك. أنت روحي تعال عندي. فكرت أنه ما بدك تبوسيني. آه معقول. تمام، طالما كلنا مع بعض فينا ناخد سيلفي، ما هيك؟ يلا. ها؟ هي هي حركاتك الظريفة. قربوا على بعض لشوف. راح صور. يا ريتك كنت جنبي هلا، يا ريتك كنت قريب مني، يا ريت لو تطلع بعيوني وتمسك ايدي، يا ريت لو فيني احكي لك الحقيقة. الحياة من دونك صعبة كتير، ما بعرف كيف بدي اتحمل بعدك. قلبي عم يحترق كتير لاني زعلتك ولاني جرحت لك قلبي. قول يلا لا تقاوم، الكيك كتير طيب. أصلاً حتى لو بدي قاوم ما بقدر. خلص هاد ورح أعطيك قطعة تانية يلا. يعني أنت لسه بدك ترشي ملح على الجرح ما هيك؟ ها أهلا وسهلا. تعالي السفرة جاهزة، يلا اشلحي جاكيتك وتعالي. تمام جاي. بدي غسل ايدي وارجع. تمام، بس عم بسكبها. الحمد لله بداية منيحة، الله يجعل النهاية على خير كمان. تعالي حبيبتي. والله محضرة شغلات كتير، يسلم إيديكي. صحة وعافية، عملت لك الشغلات اللي بتحبيها. إيه كيف كان نهارك؟ حلو، حلو كتير. أصلاً الجو كمان كان حلو اليوم. شكلك مروقة. مروقة كتير. حلو كتير. أنا اللي لفيت اليبرق. والله. يسلم إيديكي. والله شايفة منيح اللي عطيتك الكافيه. شوفي قديشك مرتاحة ومزاجك رايق. إيه والله يا ماما معك حق، مروقة. طبعاً بابا صار عنده شغل. نازلت له عن الكافيه. شو ما بدك تاكلي؟ معقول هيك؟ يلا كلي. باكل، رح اكل. طبعا الكافيه الك، انا ما رح اتدخل، فيكي تعملي اللي بدك اياه. وهذا ما عم يقطع. اللحم ناشف، مشان هيك يمكن كنتي تعمليه احسن من قبل. أنا عملت اللحم مثل ما بعمله عطول، بس برأيي أنت اللي تغير ذوقك. إيه بيجوز. ماشي. شو؟ ما بدك تردي؟ هلأ بينشغل باله للمرأة. ما رح رد. نحن قاعدين مع بعض عم نتعشى على رواق ما هيك؟ إيه والله صح.
ما عم بترد على التليفون. لتكون ما بدها تحكي معي قصدا. لا ما بتوقع، لو عندها علم بهالموضوع ما كانت استنت اتصالك حتى، كانت نطت على التليفون. مسعود انا ما بقدر اشتغل مع هذا الزلمه يوم واحد، ما بتتخيل اعصابي قديش تعبانه ومو ناقصني وجع قلبه مشاكل. تمام يا حياتي اهدي، اول شيء بتحكي مع سومره. هلا مين جاب هاي المصيبه على راسنا؟ سومره طبعا، مشان هيك لازم تحل المشكله. واذا شفنا انه ما عم يمشي الحال وقتها نحن منبيع حصتنا ومننسحب. ما بيصير، ما رح بيع شيء. شكلك انت نسيان قديش تعبت لتحسن شغل الكافيه، حتى الزباين اللي بيجوا كلهم من معارفي ورفقاتي. مستحيل اعمل هيك، انا بتعب وبتعذب لحتى يمشي الشغل وبعدين بترك كل شيء وبمشي؟ لا هذا الشيء مستحيل يصير. اهدي حياتي، انا ما عم اقول خلينا نعمل هيك، يعني قصدي هذا اسوأ الاحتمالات. لا وهذا الموضوع لازم ينحل، وهذا الاحتمال مرفوض عندي. كل الهدايا حلوين، عن جد شكرا كثير لكم، بس ما كان في داعي لكل هذا الشيء، عذبتوا حالكم. هذا كله لسه ولا شيء، المفاجأة الأساسية هلا جاي. أجمل صورة في أحلامي أمي، في ساعات الفرح تكونين فرحي، وأيضا في ساعات الحزن تكونين أملي يا أمي. يا أمي من عيدها مشان القافية. كانت مهضومة كتير يا روحي، شكرا كتير، عجبتني والله، صدقني عجبتني. شكرا ماما. أردا قدي علامتك بمادة الأدب ابني؟ والله أنت ما عندك رحمة ستي، يعني صحيح ممكن كتابتي سيئة شوي بس قراءتي ما بتشكي من شيء. لا أخي ما في داعي تلوم حالك، ستي معها حق. حاج تضغطوا عليه، أردا عمل كل جهده. شايفين الأخت الظريفة؟ والله طلعت كتابة الشعر صعبة كتير، وخاصة شغلة القافية، طلعت روحي للاقيت شي. أنا عجبتني كتير يا روحي، عجبتني، تسلم إيدك. وهي هديتي أنا إليك. شو هاي مرت عمي؟ افتحية. مرت عمي شكراً كتير عن جد، أنت خجلتيني هيك. ما في شي بيخجل يا أمي. ولو يا بنتي، بالوقت اللي الناس الغربة صاروا شركاء بأسهمنا كتير، يعني إذا عطيت كنتي حصة صغيرة منا. ورجيني أمي. أخدي. أوه أخدتي 3%. هاي لأمي لك، مشان تكون ضمانة إلك طول عمرك، ما هيك؟ ايه بس انا لما انتم مريتوا بظرف صعب. نحن خلص سكرنا هذا الموضوع سراب، لا عاد تفكري فيه بقى. خلينا نحل موضوع المساعده اللي اجت من سويسرا، وقتها رح نرجع حصتنا كلها وما رح يضل في مشكله ان شاء الله. يعني بعد هالأكل الطيب بدها فنجان قهوة. بيصير. ما رح تردي عليها؟ يمكن يكون في شي خبر من القصر. أنا بغرفتي. طيب خدي قهوتك معك.
ليش عملتي هيك فيني جانسو؟ ليش عملتي فيني هيك عملة؟ ليش طعنتي أمك بظهرها؟ شو هذا هلأ عم بيعملوا هيك قصدن؟ يعني شو قصدن؟ والله ماني عم بفهم عليهم. جينك؟ ايه ستي تفضلي. اليوم ما قدرنا نحكي كتير، طمني شو قالوا عن وضع فاطمة؟ بصراحة ما عطونا معلومات. كيف ما عطوكم معلومات؟ ما اتصلوا فيكن وقالوا لكم انه فاطمة صحيت؟ ايه هذا اللي صار، وما خلونا نشوفها. جينك في شي صاير؟ طلع فيني لشوف. انت عم تخبي عني شي مهم ابني، لا تعذب حالك على الفاضي. شو صاير؟ شو حكيتوا مع المرة؟ شو قالت لكم؟ ستي ما قدرنا نحكي مع فاطمة، فاطمة هربت. شو؟ كيف هربت؟ ليش ما كانت تحت مراقبة الشرطة؟ مو معقول أبدا. والله ما فهمت شي يا ستي، بس الكلام اللي قالوه إنه فاطمة بعد ما صحيت غيروا غرفتها، ووقتها كان في تبديل بدورية الشرطة هنيك، بهالأثناء صار اللي صار. لا 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 يا الله، لوين بدها تروح وهي بهالحالة؟ إن شاء الله بيلاقوها للمرة فوراً. هذا إذا هربت لحالها. كيف يعني؟ قصدك إنها انخطفت؟ شو بيعرفني ستي؟ ما عم يخطر على بالي شي تاني. هي المرة أكيد رح ترجع مشان مالت، لازم ننتبه منيح. لا سمح الله ممكن. والله لساني ما عم يطاوعني احكي. معك حق ستي، يعني لازم ناخذ احتياطاتنا طبعا، بس خليني اقول لك شغله مشان قلبك يطمن. فاطمه لها فتره طويله بالعنايه المشدده. يعني صحيح ممكن تكون هربت، وممكن تكون عم تدور على مارت، بس أكيد رح تكون خايفة هلأ. بعدين فوق كل هاد عزراء انتقلت على بيت جديد وهي ما بتعرف عنوانه. خالة سكر منيحة؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ مارت هلأ نايم وهو منيح. آسفة ما قدرت أجي، كنت تعبانة ومارت كمان تعبان. عزراء
قال ما قدرتوا تحكوا مع فاطمة. ايه ما قدرت احكي، هيك صار. الدكاترة ما سمحوا لنا نحكي معها، بس مو مشكلة. عزراء، قيمك من هالحجج. لا عن جد، يعني شو رح يصير؟ أكيد رح نحكي معها بكرة أو بعده. حاجة تقطيع على الفاضي، لا أنت ولا جينك شاطرين بهالشي بنوب. شو قصدك تقولي؟ الكذب بنتي. قال المرة هربت. جينك قالك طبعاً، ما هيك؟ لأنه ما قدر يحط عينه بعيني، وإنتي كمان صوتك عم يرجف، أنتوا الاثنين بتكشفوا حالكم. خالي فريدة مزبوط، نحن كذبنا عليكي. بعتذر كتير، بس ما كان بدي إياكي تزعلي أكتر من هيك. سمعيني منيح هلأ عزراء، اقفلي الباب والشبابيك منيح كتير. ما بدي خوفك، بس عم بحكي معك مشان تكوني واعية للأمور. مع إنه أكيد الشرطة بتكون عم تدور على المرأة وما رح يطولوا كتير ليلاقوها. لا تاكلي هم، أنا قفلت كل شي. بنتي هيك كتير منيح. الصبح رح أبعت لك حسن مشان يوصل مرت على المدرسة وبيرجعوا المساء. ما فينا نأمن على الولد ونطالعه بالباص قبل ما تلتقى هي المرأة. شكرا كتير إلك، يسلم. يلا الله معك بنتي، تصبحي على خير. تصبحي على خير أنت كمان. ماني مطمنة أبداً جينك، بس مو مشكلة. مثل ما قلت أنت، المرأة ما بتعرف البيت بالنتيجة. لا ستي، من وين بدها تعرفه؟ يا ريتك قدرت تقنعها وتجيبه معك لهون على البيت. صدقيني قلت لها، قلت لها، بس أنت بتعرفيها عزراء عنيدة كتير، ما رضيت. إيه أكيد بتكون معصبة من شي. يعني إيه كانت معصبة، معصبة من فاطمة. أكيد أكيد. ليش في شي تاني تعصب منه؟ مساء الخير. أمك اتصلت فيني، جاي مشان أشوفها. مساء الخير. طبعاً كنت متوقعة. تفضل أمي. السيد عزمي انشغل باله عليكي وجاي مشان يشوفك. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. أنا بغرفتي. وينك؟ عم بتصل ما عم بترد علي بنوم. حياتي تليفوني كان على الصامت، وأنا أساساً كنت جاي لعندك. صار اللي كنت خايفة منه عزمي، أنا خسرت جانسو. لحظة لحظة، اهدي شوي، شو صار؟ أنا فهمت هي ليش طلبت الحصة تبع الكافيه. ليش؟ نازلت عنا لأبوها. لا مو معقول. ما عم بقدر صدق. برهان قال لي إنه رح ياخد بنتي وعملها. أنا خسرت جانسو فعلاً، خسرتها تماماً. لا تقلق، أنا منيحة وما عملت لا مشكلة ولا شيء. معقولة ما حكت شيء؟ لا، يعني حاولت كتير إنه ما تحسسني بشي، بس جن جنونة. كان لازم تشوف كيف صار وشها، بدها تتقبل هذا الوضع. تمام، شوفك، تصبح على خير. ما توقعت توصل الأمور لهون، واضح إنه حرض جانسو عليكي. بتوقع إنه لما عطاها الرسائل اللي كتبها جانسو تشوش عقلها من وراها. أنا خسرت بنتي. طيب طيب حياتي، اهدي شوي لو سمحتي. نحن هلأ مضطرين نفكر بهدوء. بالنهاية جانسو بنتك، ورح نلاقي طريقة لحتى نرجع نكسبها، ورح نوقف برهان عند حده. وكيف بدنا نعمل هيك؟ ما بعرف، بدنا نفكر، بس هلأ عنا مشكلة أخطر بكتير. شو صاير كمان؟ فاطمة هربت من المشفى. نعم؟ من شوي عرفت. كل المصايب عم تجي فوق بعضها، شو بدنا نعمل؟
أنا رح أبقى هون للصبح، ما في داعي تقلقي، فيك تحضني أخوك وتنامي براحتك. خلاص أنا وصلت لآخر الطريق، ما بقى بدي أعيش أكثر. خسرت ابني بس ما رح أخسر مارت، ما رح موت قبل ما أحضنه مرة تانية. أنا حأربح قلبها وحبها لبنتي كمان، ورح تشوف إنه أبوها شايل لقيمة عن جد، ورح تعرف أي نوع من الناس أنتي، وبعدها رح تتركك ورح تضلي لحالك، لحالك بس يا سمرة. ما رح أخسر، ما رح أخسر، أنا ما رح أخسر، أنا مستحيل أخسر، ما رح أخسر، أنا بحياتي ما خسرت، ما رح أخسر، ما رح أخسر، ما بخسر، ما رح أخسر، ما بقدر أخسر، ما بقدر، لا ما بقدر أخسر. صباح الخير. أكيد تعبت طول الليل، عملت لك شاي وعم جهز الفطور هلأ. شكراً لك، أنا لازم روح، عندي شغل. جينك بس بهيك عزراء حالك. أنا لازم روح، بدي غير تيابي كمان بخاطرك. خير؟ مين هاد على بكرة الصبح؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شوفي ما في شيء، اتصلت فيكي المسا ما رديتي على التليفون، ومن ساعة اتصلت أكثر من مرة وما عم بتردي. قول يا حبيبتي،
اجتني نوبة شقيقة، انت بتعرفي الوضع اللي انا فيه، دوب عم بقدر وقف على رجلي، وقبلك كنت عم باخذ دوش مشان هيك ما سمعت. يا سلامتك، بس لازم نحكي يا سمرة. بما انكم عاملين لي كبسة من على بكرة الصبح انت ومرتك، معناتها بدنا نحكي. تفضلوا فوتوا لجوا. كنت عم بعمل قهوة لحالي، اعمل حسابكم؟ لا ما في داعي للقهوة هلا. سمرة، انت بتعرف الشي اللي عملته جانسو مو هيك؟ بعرف، قالت لي مبارح المساء. ما شاء الله عليك، عم تحكي وانت مرتاحة. راحة شو هوليا؟ يعني من وين بدها تجيني الراحة؟ انت مالك شايفتيني كيف صايرة؟ شوفي، لازم نحل هاي المشكلة سوا. هذا الشغل ما بيمشي حاله مع برهان. شو بدي اعمل مسعود؟ شو بدي اعمل؟ بنتي وزوجي السابق لعبوا علي، انا شو بدي اعمل هلا؟ وانا شو ذنبي باللي صار بينك وبين بنتك؟ معقولة هلأ بدي دير كافيه مع زوجك صاحب السوابق هاد؟ جانسو نايمة فوق، بعد شوي بتفيق وبتنزل. قعدوا حكوا لأنه هذا الموضوع طلع من إيدي. سمرة 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 سمرة، ما فيك تهربي وتقولي طلع الموضوع من إيدي. أنت مجبورة تعدي وتحكي مع برهان، لأنه زوجتي ما أنا مضطرة تتحمل نتائج المشاكل تبعكم. بدك هوليا تشتغل مع زلمة مقضي حياته بالسجون؟ ما فيك تعملي هيك فينا. وأنا شو عملت؟ طيب أنا شو لازم ساوي؟ شو فيني أعمل؟ يعني هوليا الله يسامحك عن جد، معقول انت ام ولهلا ما فهمتي وضعي شو هو؟ بنتي كرهانتني وانا خسرتها على الاخير. والله العظيم ما ضل عندي دموع، ما قدرت نام للصبح كمان، على الاقل ادري وضعي. طيب انا فهمانه عليكي ومقدره وضعك، بس نحن لازم نلاقي حل لهالوضع. ما شو بعمل؟ كيف بدي حله مثلا؟ بدي صلحه لبرهان ولا بدي فيق ضمير بنتي؟ شو بدي اعمل؟ سمرة أنا ما بدي أحكي زيادة وزعلك مني، بس من الأساس كان مبين أنه الأمور رح توصل لهي النقطة، وأنتي ما أخذتي الموضوع بشكل جدي أبداً، يعني طنشتي لحتى كبرت المشكلة. هلأ هيك يا هوليا؟ شو بدنا نعمل؟ أنا كمان عندي أغلاطي، نحن بشر. صح، كلياتنا بنغلط ونحن ما بدنا نتدخل بمشاكلك مع بنتك، بس عم نحكي بالجانب يلي عم بيأثر علينا، عم تفهمي؟ على كل حال خلينا نمشي هوليا. سمرة هلأ بترتب أفكارها وبتقعد وبتحكي مع برهان عرواء. أنا رح استنى خبر منك. شو أعمل يا ربي شو أعمل؟ حبيبي هلأ عمو حسن رح يوصلك على المدرسة، ماشي؟ والباص؟ هالفترة ما رح تطلع بالباص، عمو حسن رح ياخدك ويوصلك على المدرسة والمسا بيجيبك. اسمع كلامه على الطريق. ايه؟ مرتي بيسمع كلام حسن. برافو عليك يا عمو حسن، يلا اطلعوا انت ومارت وانا كمان رح اطلع هلأ. لوين بدك تروحي؟ انا لازم روح على مديرية الامن، مثل ما بتعرف فاطمة مفقودة، جماعة المشفى ما قالوا لي شي وبعتوني لهنيك. ايه فهمت، معناها انا بوصلك كمان بعد ما اوصل مارت. ايه بصير، معناتها رح جيب جزداني واجي. ماشي. أيوة ست فريدة. شو عملتوا حسن؟ رحت أخدت مارت؟ ايه أخدته ست فريدة. بعد ما وصل مارت على المدرسة رح وصل الأنسة عزراء على مديرية الأمن ويمكن اتأخر. مديرية الأمن؟ في شي خبر عن فاطمة؟ قال حكت مع شرطة المشفى، ما عطوا أي معلومات وبعتوه على مديرية الأمن. طيب حسن، انت عمل اللازم ودير بالك عليها، بشوفك. على عيني. صباح الخير ستي. صباح الخير ابني. بدي روح على الشركة، إذا بدك خليني وصلك. لا، أنا بدي أتأخر. أنت مبين تعبان، شو مانك نايم؟ إيه، اليوم ما نمت منيح مزبوط. هلأ أنا حكيت مع حسن، قال عزراء بدها تروح على مديرية الأمن، شرطة المشفى بعتوها، في تطورات على الأغلب. كيف يعني؟ ليكونوا لقوا فاطمة؟ ما عطوها معلومات. شو رأيك نحن كمان نروح نوقف مع البنت؟ إيه لازم نروح، بس لا تعذبي حالك ستي، أنا بروح. بيصير، بس اتصل وطمني. تمام، معناتها بلا ما ضيع وقت بخبرك بخاطرك. ماشي ابني. لازم حضرتك تيجي معنا على المخفر.
مشان شو؟ المرأة يلي كانت متهمة بخطف ابن زوجك هربت من المشفى، وحضرتك قدمتي إفادة بهالخصوص من قبل. فهمت. طبعاً بس رح أجيب جاكيتي وإجي دغري. شوفي كمان. ولا شي، هاي المرأة اللي خطفت مارت هربت من المشفى، طالبيني مشان أقدم إفادة. إن شاء الله يكونوا لاقوا يا رب.